اللي عرفته برضو انك بتعلق على الماتشات بالانجليزي. تمام. ممكن تعلق لنا على الجول ده؟ ماشي. Crunch time for Egypt. Just under 2 minutes remaining in extra time, and someone's gone down in the box. The referee pointing to the spot. It's Trezeguet. Trezeguet down in the box. Referee not hesitating. It is an injury time penalty for Egypt. Oh my word! Absolute crunch time for the Pharaohs. One goal can make all the difference. Look at this crowd. Look at what it means to 80,000 Egyptians. Trezeguet on his knees, kissing the ground, thanking the heavens above. El Nenni passing to Trezeguet, and yes, yes, from where we stand, there is definite contact between the Congolese defender and Mahmoud Hassan Trezeguet. Look what it means to the Egyptian bench. And of course, it is none other than the Egyptian king, Mohamed Salah, penalty taker extraordinaire. Look at what it means. They're already in tears. I'm almost in tears, ladies and gentlemen. 90 minutes have passed, and here comes Salah in the back of the net. Sends Egypt straight to the World Cup. Russia 2018. The Pharaohs are coming. فعلا يعني دي من الحاجات اللي انا نفسي اعملها. يعني اي حد بيحب كرة في مصر نفسه يبقى معلق كرة. من صغري وانا نفسي ابقى معلق كوره مصري بالانجليزي. بحس ان احنا بنفتقد الحته دي عندنا. ان احنا ليه ما يبقاش في مثلا ملخص بنقول فيه او بنحكي فيه عن الكوره المصريه بالانجليزي، ملخص الدوري المصري، نبتدي نصدر اسامي اللعيبه. ما انت برضو زي ما احنا قلنا ان ساعات احنا ما بنعرفش ننطق اسامي الناس اللي بره. ما هم بيشوفوا الاسامي دي، هو شايف محمد واحمد، فهو مش عارف ان ده لعيب مش عارف ينطق اسم مقاولين، بيشوف الكلمه مش عارف. فليه يعني ليه ما نستفدش من الموضوع ده ونصدر المنتج بتاع الكره المصريه باللغه الاجنبيه زي ما مثلا في تي في 5 مثلا من فرنسا موجوده على نايل سات عشان السبب دوت، زي ما روسيا بالعربي موجوده في نايل سات للسبب دوت. فانا متفق تماما في النقطه دي. طيب. يبقى عندنا برضو قناه صوتيه تانية، لان مثلا ممكن الناس اللي بتحب مصر خلي بالك الجمهور المصري في افريقيا زاد، يعني حاجه زي يعني موسيماني مزود عدد الجماهير الجنوب افريقيه للكره المصريه بشكل عام. فعندنا جماهير غير متحدثه للغه العربيه ممكن تحب تسمع ماتشات منتخب مصر او ماتشات الزمالك والاهلي بلغه انجليزيه.